دكتور أيمن، you are officially amazing. الجملة اللي قالوها مسؤولي الأمم المتحدة النهاردة وهم بيستعرضوا تجربة صندوق تحيا مصر اللي كله شباب في أكبر قافلة مساعدات غذائية إنسانية في العالم، 2000 طن مواد غذائية من ضمنها 2 مليون كيلو من الدجاج، 380 شاحنة عملاقة، يعني الحقيقة أرقام ضخمة جدا، 300,000 كرتونة غذاء. عايز أقول بس إنه هل حضرتك بتشوف إن الشباب بتاعنا بالفعل ما كانش يعني يؤخذ برأيه وكان إلى حد كبير مهمش، وكان قيادات كلها يعني 70 سنة فما فوق في مصر قبل 2014 في كل المستويات؟ إحنا ما بننكرش طبعا فضل الخبرة وفضل السنين والتجربة، لكن لازم يبقى ده قدام ده، ولا حضرتك شايف إيه؟ أكيد طبعا يا فندم. بص حضرتك، اولا احنا دوله شابه، عدد سكاننا من الشباب بيفوق اكثر من 60%، عندهم قدره على العمل والانتاج، احنا عندنا ثروه بشريه، وانا بحب اكد دايما في كل لقاءاتي على كلمه ثروه وليست مشكله، لان لو تم استغلال يعني عدد السكان والثروه البشريه بتاعتنا بشكل جيد وفي محله، اكيد احنا هنبقى في منطقه تانية غير اللي احنا فيها كمان دلوقتي، يعني هنبقى في وضع افضل كمان. حضرتك كل دول العالم بتحاول تستغل عدد سكان اللي موجود عليها للعمل، يعني تخيل كل ايد قادره على العمل يجب ان تعمل، صحيح في نسبه بطاله بنحاول نواجهها، انما القيادات الشبابيه الافكار الشابه بتقدر كل فتره من الفترات تثبت ان هي فعلا قد المسؤوليه، بدليل شبابنا اللي ضربوا في الاكاديميه الوطنيه للتدريب وغيرها من الاماكن الرسميه المعترف بيها دلوقتي بيقودوا اماكن مهمه جدا وبيقدروا ياخدوا قرارات مهمه جدا وهم اقل من 40 سنه. طبعا ده حاجه قويه جدا ومهمه جدا ان احنا نمكن هؤلاء الشباب ان هم ياخدوا دورهم وياخدوا فرصتهم ويعرضوا افكارهم ويبداوا ينفذوها، لان يعني تخيل حضرتك شباب هم اللي عندهم قدره على العمل والانتاج بشكل قوي جدا، شباب هو من يدافع عن هذا الوطن، شباب هو من يبادر باحداث التغيير، حضرتك لو عاوز تعمل اي تغيير في اي مكان يجب ان تعتمد على هذه الفئه العمريه ان هم من يقود التغيير داخل المجتمع من حاجه سلبيه الى حاجه ايجابيه.